ويا مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من اكسبلور اللي نقدم لكم فيها أحدث الأخبار والموضوعات والترندات. مساء الخير يا بسمة. مساء الخير يا أديب، ومساء الخير على كل مشاهدينا. كمان بيكون لنا لقاءات مميزة بالإضافة لحصريات وكواليس النجوم، عشان كده تابعوا حلقتنا كالعادة. هنبدأها بالعناوين. مس دعاء في ضيافة اكسبلور. الوصل ليه حق ورد الحق ده لحينا. وهنشوف تجربة أديب كانت فين. وبنتعرف كيف ممكن نحافظ على لياقتنا البدنية في ظل انشغالاتنا اليومية. وهنختم بقائمة الأكبر الغابات في العالم. دي كانت عناوين حلقتنا، والبداية هتكون مع الفن وتحديداً مع الأعمال المصرية المميزة اللي عودتنا على طول بتميزها وإبداعات نجومها اللي دايماً بيمتعونا بأعمالهم سواء السينمائية أو التلفزيونية والمسرحية. وطبعاً من النجوم المتميزين اللي أبدعوا في السينما والمسرح والتلفزيون النجم الكوميدي الكبير هاني رمزي، اللي له جماهيرية كبيرة في الوطن العربي. فريق اكسبلور تواصل مع الفنان هاني رمزي عشان يعرف شو الجديد وشو اللي جالس يحضر له. خلينا نشوف شو قال وردين. تحياتي لكم جميعا، وخاصة أهل الفجيرة وجميع أهلي وأصدقائي وإخواتي في الإمارات. وأهل الفجيرة غاليين عليا جدا الحقيقة، الفجيرة كلها غالية عليا، لأن أنا بعتبرها هي مدينة الفنون ومهرجان الفنون فيها مهرجان عظيم جدا. أنا دايما حريص على أني يعني أحضر هذا المهرجان، وأصدقائي كتير جدا، وبعتبر أن فعلا أهل الفجيرة هم أهلي. وأنا شخصيا كل منزل الإمارات لازم أزور أهلي في الفجيرة، اللي هم أصدقائي الإماراتيين وكل الناس اللي بتشتغل هناك. الحقيقة أهل كرم بجد، وأخلاق عالية جدا، وحفاوة الاستقبال وجمال الناس وبساطة الناس ومحبة الناس كبيرة جدا في الفجيرة. بحييكم كلكم، وبحيي طبعا أهل الإمارات. أنا ليا الشرف أن عندي الإقامة الذهبية في الإمارات، وبعتبرها بلدي التاني طبعا. بالنسبة لأعمالي الفنية، أنا حاليا بصور مسلسل اسمه بدون مقابل، تأليف الأستاذ حسام موسى وإخراج الأستاذ الكبير المخرج الكبير جمال عبد الحميد، معايا كوكبة كبيرة من نجوم مصر، منهم داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، تن عامر، منة فضالي، حنان يوسف، نسرين طافش عاملة دور مهم جدا، معايا الأستاذ الفنان الجميل المطرب خالد سليم، معايا الأستاذ العملاق القدير الأستاذ محمد أبو داود، معايا الأستاذ إسماعيل فرغالي، معايا محمد رضوان، معايا كوكبة كبيرة جدا، مش عايز أنسى حد. معايا كمان وجوه جديدة كتيرة جدا في المسلسل ده، في كوكبة كبيرة فعلا، الفنانة لبنى ونس برضو معانا. الحقيقة ناس كتير جدا بتشرف بوجودي في وسطيهم. وهو المسلسل ده أول عمل بالكامل تراجيدي بالنسبة لي، هو مسلسل 30 حلقة في أحداث كتيرة جدا، هو تراجيدي إنساني اجتماعي بوليسي في نفس الوقت. أحداثه أنا شدتني جدا، بلعب فيه شخصية جديدة جدا، هي ضابط متقاعد
وبيتقاعد لظروف معينة الناس هتعرفها في المسلسل، وبنشوف لما تقاعد حياته بقت عاملة ازاي، حياته الأسرية بقى وحياته الاجتماعية واللي حواليه وبيفكر ازاي انه ما كانش عايش حياته أثناء عمله، وتفاجئ بالمجتمع اللي حواليه بقى عامل ازاي وازاي يتأقلم وازاي يعني ينظر لمستقبله بعد تقاعده. وأتمنى يا رب يعجب الناس كلها. وده طبعا إنتاج المنتج الكبير محمد فوزي، أفلام محمد فوزي، ويعتبر أضخم إنتاج في الفترة الحالية، يعني لوجود أحداث كتيرة جدا ووجود كوكبة كبيرة من النجوم في هذا المسلسل. فليه الشرف طبعا، واتمنى انه يعجب الناس. واحنا خلاص قربنا يعني نخلص تصويره، يمكن نخلص تصويره على شهر 10 اللي جاي ان شاء الله، الناس تشوفه وتعجب بيه، اتمنى ده. يعني بالنسبة للمسرح، الاستاذ محسن رزق جاب لي اخيرا، يعني لقيت فكرة عجبتني جدا، هي من تأليفه واخراجه. وحاليا الأستاذ محسن الرزق بيعتكف يعني على كتابة هذا المسلسل، هذه المسرحية سوري، وإن شاء الله يبقى ليها تواجد في الموسم الجديد في المسرح إن شاء الله. بتمنى كل اللي جاي كله يعجبكم، وأتمنى أن المسلسل يعجبكم. بالنسبة للسينما أيضا في سيناريو يعني أوشكنا أن احنا يعني نخلص كتابته، ده فيلم كوميدي أحداثه حديثة جدا جدا، بيتكلم عن السوشيال ميديا، برضو لسه ما استقرناش على الاسم الأخير، وأيضا بالنسبة للأبطال لسه، إن شاء الله يبقى فيه نشاط قوي الفترة اللي جاية، وبدع ربنا أن يبقى عند حسن ظن الناس. وطبعا ألف شكر ليكم، وتواجدي معاكم شرف ليا، وألف ألف شكر. كل التوفيق للفنان هاني رمزي، ومسلسل بدون مقابل إن شاء الله يكسر الدنيا. دلوقتي هنطلع بريك سريع وراجعين، استنونا. ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا. بسمة بسألت، تفضل. تعرفين بحكم ان شغلنا بسمة وايد ضغط، وعندنا تصوير في مكان وبكره مكان ثاني، فكيف تقدرين توزنين بين لايف ستايل حق حياتك انك تروحين الجيم او تسوين تمارين لياقه وبين شغلك؟ بص يا اديب، انا حد منظم جدا، بحب دايما في الاسبوع على الاقل يومين ثلاثه اهتم بيهم بصحتي النفسيه والجسديه. اكيد انت كمان نفس الموضوع. والله بسمة شوف، انا احاول، مع اني يعني قاعد احاول اضغط على نفسي اني اسوي هالشيء، بس انه شوي صعب علي بحكم ان الشغل تعرفين طول الوقت في الشغل نحن. بس غصب عننا أديب لازم نعمل ده. وكمان أنا ضيفي اللي هيجي معانا كمان شوية هو مدرب لياقة بدنية، هيعرفني إزاي نقدر نوفر بين الجيم ومشاغلنا. إنزين يا بسمة، موضوع وايد حلو، بس قبل ما خليك بسمة ويا ضيفك، لما نطلع ونشوف الناس كيف يقدرون يحافظون على صحتهم البدنية في ظل انشغالهم اليومي، وبعدها أشوفك. يلا بينا. طبعا اول شيء الرياضه اكيد مهمه في حياتنا جميعا، والعب رياضه الجيتسو، العبها 3 مرات في الاسبوع، وهي اصلا الرياضه عباره عن فنون قتاليه للدفاع عن النفس. الرياضه اولويه في حياتي، والعب انا الجودو في نادي الفجيره للفنون القتاليه، واتمرن 5 ايام في الاسبوع. الرياضه اولويه في حياتي، وانا امارسها كل 4 ايام مرتين بالاسبوع امارسها. بلعب رياضة كل يوم وبريح الجمعة. أول شيء مثلاً أسير أدرس، أخلص أسير على طول النادي، أتمرن تقريباً ساعة ساعتين، أخلص أسير أذاكر، وعاد بعدين أرقد. بس لازم يكون عندي جدول معين، عشان إذا تلخبط الجدول ما برم أوازن بين الرياضة والدراسة. بوازن بينهم يعني من الصبح لين تقريباً الساعة 3، يعني أكون في المدرسة، بعدين أرجع أرتاح وأروح التمرين، بعدين أرجع البيت أخلص واجباتي وأنام. يعني بعد ما نرجع من المدرسة للساعة 3 أرتاح شوية، وعلى الساعة 4 أروح الجيم. في أيام بخلص شغل ممكن أنزل مثلاً الساعة 4، بقعد مثلاً ساعة ونص على حسب مديرتي يعني أياميها، وأيام تانية بيكون مثلاً ببقى مسافر فيها، بس بقعده يعني في التمرينة في يوم تاني.
يا ترى كم مرة قلتوا أنا مش فاضي أتمرن، أو مش عارف، أو مش قادر أروح الجيم؟ طب ما تيجوا النهاردة نحط الكلام السلبي ده ورا ظهرنا وننساه، ونكتشف إزاي ممكن نحافظ على لياقتنا البدنية رغم انشغالاتنا اليومية. ضيفنا النهاردة هيقول لنا أسرار وتركات تخلينا إزاي نلاقي وقت للتمارين حتى لو يومنا مليان مشاغل. رحبوا معايا بضيفي في الاستوديو المدرب الرياضي الكابتن سيف الكبيسي. اهلا وسهلا بيك في برنامج اكسبلور. اهلا وسهلا فيك، حياك. كابتن سيف، عايزه اعرف في البدايه ازاي اقدر ان انا احافظ على لياقتي في ضمن مشغولياتنا، ازاي اوفر وقت؟ اللاعب المتطور راح يكون عنده اصلا هو روتين، فمتعود، يعني عنده سيستم معين فمتعلم عليه. اما المبتدئ، اما اللاعب اللي مبتدئ توه مبتدئ اللعبه، لازم يخلي الجيم من اولوياته. يعني اولوياته كانه مثلا نازل على الشغل يروح يتمرن. فهمتيني كيف؟ بس هذا. طيب اغلبيه الوقت ممكن نروح، يعني ممكن يكون في ناس بتروح وظيفه جديده فغصب عنها فتره الدوام بتبقى كبيره، فازاي تقدر انها تقسم الساعات وقتها طويله بالضبط؟ تمام. زي انا مثلا مذيعه بقعد وقت طويل في التصوير، ازاي اقدر يعني اجيب وقت منين؟ هذا لازم يكون عنده هو، يعني اليوم مالته هو مرتب. لازم هو يرتب يومه، عرفت كيف؟ فاللي يرتب يومه راح يحصل على وقت، لازم يكون عنده وقت فاضي على الاقل ساعه واحده. يعني بس انت عارف الناس ساعات دايما تقول لك ايه، طب اخليها بكره، اخليها بعد بكره، لا مو هي بكره، او اخليها بالليل. لا مو هي بكره، راح اجر بكره وبكره اللي إيه بعد بكره. ايه اللي يخليني عندي الدافع فعليا ان انا اعمل ده؟ يعني ليه ما انا هقول بكره خليها بالليل؟ اذا وقتك طويل، مثلا دوامك مثلا 8 ساعات او 12 ساعه، ما عندك غير الكارديو. انت قلت دلوقتي كارديو، ازاي اقدر اعمل كارديو، او المده اللي انا ممكن اخدها قد ايه لو هي دي بس؟ المده لازم تكون كل يوم 20 دقيقه. 20 دقيقه ده كده بالنسبه لي يبقى مناسب؟ طبعا، هتحرك الدوره الدمويه بجسمك، هيضخ الدم، القلب. طيب مناسب يبقى الصبح افضل ولا بالليل ولا الظهر؟ يعني والله هو الصبح افضل. انا افضل انا كسيف شخصيا انا اشوف الصبح افضل. في ناس احيانا في البريك بتنزل تمشي او بتتحرك، تطلع سلالم، هل دي كده تبقى تعتبر رياضه؟ طبعا، بس يكون الوقت ايه بقى، ما هي بقى فكره الوقت. ايوه، يكون الوقت ان هو حاسبها. مثلا اذا عنده وقت فاضي، مثلا راح يسوي الكارديو او السلالم او الدرج مثلا اقل شيء 20 دقيقه. اما 10 دقائق، اما 10 دقائق ما ينفع. انا كده ما عملتش حاجه، ما سويت شيء 10 دقائق. طب ال 20 دقيقه دي في ناس كتير بتقسمها، يعني 10 دقائق الصبح، 10 دقائق في البريك، 10 دقائق وانا مروح. 20 انا كلامي 20 دقيقه متواصله. يعني ده غلط اللي هم بيعملوه؟ طبعا غلط. لازم تكون متواصله. انا كشخصيه ما اوافق الراي، لازم تكون، يعني اذا كارديو على 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 كلامك انت، لازم تكون 20 دقيقه او ساعه او نص ساعه. بس اذا هو ما عنده وقت 20 دقيقه ما يقسمهن. اذا 10 دقائق هي اصلا الجسم كيف راح يشتغل؟ انه مثلا يبدا يعطي النتائج او شيء بعد العشر دقائق. فهمت كيف؟ تنزيل وزن او تحريك الدوره الدمويه بعد 10 دقائق راح يشتغل. اول 10 دقائق قاعد الجسم يسخن، بعدها جسمه قاعد يتهيئ. صح، فهمت كيف؟ بس طيب، في وظائف كتير الناس بتقعد كتير على المكاتب وقت طويل، بالساعات، بتبقى مجرد انها قاعده على المكتب. هل ال 20 دقيقه دي كافيه ان هي تكون يعني خلاص، يعني حافظ كده على جسمه لو مش ال 20 دقيقه؟ طبعا كافيه. ايوه كافيه، مع جدول غذائي. يعني لازم يحافظ على اكله، مع انه مثلا قاعد في المكتب وقت طويل ويكون عليه مثلا ضغط، ما راح يقدر يتمرن المسكين. صح، فانه لازم 20 دقيقه كارديو مثلا، وعندك جدول غذائي، انه ما يخربط بالاكل، انه حافظ قدر المستطاع انه يحافظ على جسمه. طيب كابتن سيف، ازاي ارجع، لو نرجع بس شويه بالاول كده كلامنا، ازاي اخلي التمارين جزء اساسي في حياتي؟ في اشخاص يعتبرون الجيم او الرياضه مثلا مو اولويات. صح، لما يكون عندك اولويات انك انت تروح، مثلا انت راح تطلع مثلا مخصص انه بعد الشغل، بعد دوامك تطلع لك ساعه. لما تخصص لك ان انت بعد الجيم، بعد الطلعه، يعني بعد الشغل تروح للتمرين، يكون عندك اولويات. مثلا جيم لازم اروح اليوم ساعه، وبعدها اطلع سوي اللي انت حاب تسويه. فمن تخصصه هاليوم حيصير عندك روتين يومي. بس ترتب انت، مثلا هسه كشخص مبتدئ اول يوم ما راح تجي مثلا تقول له تعال اتمرن. صح،
كشخص اللي مبتدئ، أما المتقدم ما أخذها عادة، إنه عنده روتين أساسي إنه لازم هاليوم يتمرن بكرة زي الدوام. إيه مو زي الدوام، لا، إنه هو يرتاح. إحنا المبتدئين عندنا مخنا عقلية. العقلية كيف؟ شوفي هسه إحنا مو خلص تمرين عندنا يعني بالجسم، كل إنسان مو إلا مبتدئ أو مبتدئ أو متطور، كل إنسان عنده هرمون السعادة. احنا بعد ما نخلص تمرين يبدا عندنا هرمون السعاده. صح. المبتدئ مثلا اذا هو يعني متربى على شيء مثلا معين، دوام، شغل، اطلع مع شباب شوي ساعه وارجع البيت، يرجع نفس الروتين، لما يخصص له الجيم ما راح يظل متواظب عليه كل يوم. لازم يوم يوم لا، يوم لمده مثلا شهر لحتى يتعود على السيستم. يعني انت بتنصح كم يوم في الاسبوع؟ أنا أتمرن 5 أيام بالأسبوع. لا ده أنت. أنا. أنت محترف. أنا إحنا بنتكلم عن الناس المبتدئة. المبتدئة أنصح يوم إيه ويوم لا، حتى شوي شوي يتعود. فمن يوصل مرحلة إنه أوكي والكمال أرسام، النتيجة مال البناء الأرسام شوي يراد لها صبر. ماكو شيء بسرعة، ماكو شيء يجي بسرعة. هاي أي شيء بالدنيا، كل شيء إلا صبر. كنت لسه عايزة أقول لك، أول يومين في الجيم دول بيبقى فيه شد عضلي، بيبقى تحس ان انت شلت جبل. ايوه. ده عشان خاطر مفيش تمرين خالص؟ لان ما بيتمرن، يعني الجسم ما متحرك. لما الجسم انت راح تفاجئ مره واحده تحركه، راح يتفاجئ الجسم يقول لك ها احنا سويت انت. بتعرف فيها ايه؟ فهمت كيف؟ يعني لازم ان راح تخلي الجسم متهيئ ان انت مثلا راح تدخل جيم. شويه يعني شوي واحده واحده، ماكو مره واحده تصعد فوق، ما راح يجي. طيب دلوقتي انا عايزه منك تمرين زين يكون سر كده، او يكون زي ما بيقول التركايه اللي تخلي اي بني ادم يقدر يعمله في اي وقت، حتى لو انا في الدوام، حتى لو انا سافرت، حتى لو انا قاعده في اي حته، انا محتاجه ان انا اعمل تمرين الضغط. عشان الضغط، الضغط مشاب قد ايه؟ كم عدى وكم عدى، او الوقت قد ايه؟ يعني 10 مثلا مبتدئ، 5 يبدي يزيد، 10 15 20، شوي شوي لحد ما يوصل مثلا 30 سحبه واحده. طيب كابتن سيف، ايه رايك في المواقع او التطبيقات او الابلكيشنز اللي هي بتقدم تمارين اونلاين؟ هل دي تكون بديله للجيم؟ لا. ليه؟ فاشله. ليه؟ والله هي فاشله التمارين. السؤال، هي فاشله ولا عشان هي منافسه للجيم؟ لا مو منافسه للجيم، الاونلاين. اسجل من ما واحد يروح يصير اسجل في جيم، في اجهزه، في أجهزة متطورة، في تمارين غير، في تمارين راح تضرب على الزاوية المعكوسة والزاوية العدلة والزاوية الفوق والزاوية الميتة، أما الأونلاين شو راح يعطيه؟ بس أنا بحس ساعات إن الجيم فيه الأجهزة عشان تعمل فورمة وتعمل فورمة حق الجسم، ماسلز. بس لو أنا في البيت أنا مش هحتاج إن أنا يبقى عندي أجهزة. يعني أونلاين أنا أشوف الأونلاين فاشل، ما راح يطور جسمه، جسمه راح يظل مثل ما هو. بس انا مش بدور، او الناس مش بتدور على التطوير، احنا بندور على اللياقه والصحه. اوكي، لياقه، صحه، تمارين البيت. مو انا يعني انصح فيها انه واحد يسوي تمارين بيت، بس مو مثل ما بالجيم. جيم عندك اجهزه، عندك الجهاز الكارديو، عندك الغزاله، عندك هواي اشياء، اما بالبيت شيء محدود، مو مثل بالجيم. بالبيت شو عندك؟ الضغط، تحرك اليدين، لا، واسترتشات، وفي حاجات كثير. اوكي بس هاي بالبيت، اما الاونلاين ما، انا كسيف انا ما انصح فيه. كثير مدربين راح يقول لك انا ما ننصح في الاونلاين، ما بيحققش اللياقه للجسم خالص. يحقق بس نسبه بسيطه، مو نسبه متطوره. في ناس كتير بتسوق مسافات طويله، وغصبا عنها قعده العربيه بتتعب فقرات الظهر. ايه انسب تمرين ليهم عشان يعني يقدر يستحمل السواقه؟ اكثر تمرين لهم الديد ليفت. الايه؟ ديد ليفت. اوكي، بالعربي الميته يسموها، احنا نسميها الميته. برضه ده يعملها قد ايه في اليوم؟ افهم التكراره، يعني مو باليوم، يعني بالاسبوع قولي 2 أو 3 مرات بالاسبوع. في اكلات معينه لازم اكلها، او يعني تنظيم اغذاء معين قبل ما اخش الجيم، ولا عادي اكل واخش الجيم عادي؟ والله اذا مثلا انت هيلثي لازم اكل معين، اذا انت اوف سيزون اكلك مفتوح، لازم يعني بالاوف سيزون يكون اكلك مفتوح. اذا تدور جسم لياقه مثلا، جسم صحي، انه راح يكون هيلثي. بشوف كتير ناس قبل الجيم بياكلوا موز او تفاح. اي صح. ده ايه اللي بيفيد في الجيم؟ اشمعنى دول بالذات؟ التفاح حق اللي مسوي دايت، والموز حق الاوف سيزون. بجد؟ ايوه. طب عرفني شويه عن الاوف سيزون اكتر.
الاوف سيزون هو راح يكون مثلا كلاعب يبحث عن بطولات، هدفه انه هو يصعد بطولات، يصعد على الستيج، ينزل ياكل براحته، ياكل براحته لان هو اوريدي عنده مثلا بعد شهرين او ثلاث شهور عنده انكماش هو الدايت، فهو يستغل الاوف سيزون مثلا ياكل مثلا نسويتات شوكر سكر، يعني اسمه سكريات زياده في جسمه، لا انه ياكل اكل عادي مثلا اكل عادي. جبت سيره السويتس، حاجات السويت، في ناس كتير بتروح الجيم بشوف معاهم الشوكليت، ايه فايده الشوكليت؟ هذا يكون ما فيه سعرات حراريه كثيره، بيكون حق الدايت. ساعات بياخذوا سنيكرز، ساعات بياخذوا يعني عشان سنيكر حق الاوف سيزون. مش اي حد. لا مش اي حد. اما اللي مسوي دايت ياخذ سنيكر ما ينفع، مستحيل. بس في ناس كتير بتقول خليها سيفتي معاك في الشنطه عشان لو حصل لك دوخه او ايوه دوخه، اذا مثلا هو قاطع سكر مثلا هسه شخص ملتزم دايت راح يقطع كل شيء، زيوت سكر كل شيء يوقف عليه، يكون اكله يعني صحي 100%. ففي مثلا كم مثلا اشخاص يصير لهم دوخه، يخلي معاه عصير او يخلي معاه سنيكر، يعني ما يخلي اساسي بس يلجأ له اذا داخ بس. طيب كابتن سيف، لو انا دلوقتي رحت الجيم وجالي شد عضل، بياخد قد ايه عشان يخف؟ وهل تاني يوم انزل الجيم برضو ولا لا؟ ياخذ يومين. يومين؟ ايوه يومين. في طريقه اعملها اتبعها عشان يخفف الالم؟ طريقه ان التجاء الى الساونا، جاكوزي، مساج، مساج رياضي، هذا هو بس كده. بس كده. وما اروحش الجيم خلال اليومين دول؟ لا ما انصح فيه اذا كان شاد قوي. لازم يحتاج لوقت راحه لحتى يعني راح يصير عند المرحله مال استشفاء. شكرا كابتن سيف ونورت اكسبلور. شكرا بسمه، واحب اشكر الطاقم، وشكرا قناه الفجيره على هذا البرنامج الحلو اللذيذ، والله يحفظكم ان شاء الله. شكرا ليك. ودلوقتي مشاهدينا هنطلع بريك سريع وراجعين عشان نشوف التجربه اديب كانت فين وعمل ايه. استنونا. ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا، والحين الفقره الحماس، يعني فقره التجربه اللي بتشوفون فيها التجربه اللي سويتها هالمره وين كانت. انا اخترت اسويها في مكان قريب من قلبي وايد. المهم اني ما بطول عليكم، خلينا نشوف التجربه ويا بعض وردين. تجربه اليوم بتكون مختلفه. ليش اليوم قلت بجرب كيف اكون مذيع راديو؟ تتوقعون اقدر ولا ما اقدر؟ تعالوا خلينا نتعرف على التجربه ويا بعض. احنا لازم نقصر صوتنا لان هني في ناس بس يسجلون داخل اون اير، ولا اتوقع هذا كله عوازل، يعني لو اتكلم عادي ما يسمعوني. تسمعوني شباب؟ ما نسمع شيء. تعالوا خلينا نعيش التجربه هذه ويا بعض. بيت العائلة مع نور مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم. حياكم الله مستمعينا متابعينا، ومرحبا بكم ويانا أكيد في حلقة جديدة من برنامج بيت العائلة. اليوم وياكم أنا حمود محمد، يرافقني تامر العمري باختياراته المميزة. أكيد مشوارنا كما هي العادة يبدأ بعلوم البلاد، دراسات وإحصائيات ولقاءات مميزة مع ضيوف مميزين. اليوم مشوارنا كما عودناكم في مفاجآت، واليوم عندنا مفاجأة وضيف مميز اليوم، وإحنا ضيوف عنده هو ضيف عندنا، أديب الصرفي من إكسبلور على الفجيرة تي في. حياك الله، مرحبا بك. يا مرحبا بك أخوي حمود محمد، اليوم تشرفنا بالتواجد معاكم. حمود اليوم أنا جيت هني بأخوض تجربة الإذاعة، بعرف كيف ممكن أكون مذيع أو شخص يشتغل في الراديو. حلو. فحبيت أعرف منك شو الأساسيات اللي لازم تكون موجودة عندي اللي تهيئني أني أنا أكون مذيع. خلنا في البداية نقول أن صوتك ممتاز. شكرا لك، هذه بداية مبشرة بالخير. هذه شهادة ووسام على صدري. الله يسلمك. زين أخوي أديب، في البداية شغف ولا تجربة؟ شوف انا في الاساس مذيع تلفزيون، فتعرف المذيع لازم يكون ملم في البرامج هذه، فهو يحب انه يكون عنده شغف التعلم او شغف انه يدخل في كل المجالات. حلو. فهي للامانه الى الان شغف. ممتاز، ما دام شغف اكيد راح تكون البدايه مبشره بالخير. في البدايه ما انك سالتني ليش الاذاعه مذيعها دائما يقال وليس شيئا مثبتا نهائيا ان اقوى من مذيع التلفزيون. اوكي، بس ممكن اعرف ليش يسمونه تحدي هذا؟ دخلت عندك قلت لك على طول ليش.
هذا تحدي احنا بديناه مباشره منو اقوى مذيع الاذاعه والتلفزيون، لكن يقول لك ان مذيع الاذاعه رغاي يسولف وايد. مذيع الاذاعه انا اللي اشوف انه ارتجالي اكثر. أيوة. فيواجه الجمهور بشكل كبير، لان انت برنامجكم ممكن يكون اذا لايف تتواجه الجمهور وانت ما تعرف الشخص اللي متواصل وياك شو بيقول لك. صحيح، فانت دائما عندك تلقائيه اكثر. لو تكيو ما موجود عندنا، لوتوكيو ما عندكم؟ عادي ما تفرق معي، تفوزون الموضوع لوتوكيو اكيد. زين حمود، ابغى اعرف منك متى انطلقت اذاعه الفجيره؟ متى انطلقت؟ اذاعه الفجيره بدات في سنه 2006 في يوم 16 شهر 6. يا سلام، وكيف كانت بدايتكم؟ كيف كان البدايه؟ كانت اكيد بكلمه سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي ربي يحفظه، بدأها بكلمة، فانطلقت بعدها الإذاعة مباشرة بباقة متنوعة من برامج الثقافية والأسرية والاجتماعية والإنترتينمنت اللي طبعا تفيد المجتمع وتثري الساحة الإعلامية الإماراتية بكل ما يتناسب، ويكون في تناسق أكيد مع رؤية الإعلام في الإمارات. يا سلام. زين حمود، يا زين نشوف الفترة الأخيرة أن الراديو بدأ يتطور من راديو إلى بودكاست إلى أشياء مصورة. يعني إحنا أول ما عرفنا الراديو أنه شيء سمعي. نعم، نحن نسمع راديو ونتخيل شكل المذيع. صحيح، نفس برنامجك مثلا. انا قبل ما اشوفك انا اتخيل حمود، من هو حمود؟ كيف بيكون؟ طويل، هي طويل، صغير، قصير، عرفت؟ فانا اتخيل حمود كيف بيكون، واليوم شفتك ما شاء الله عليك وتفاجأت ولا انصدمت؟ لا، لان الواحد طبعا يكون راسم. لا تفاجأت ولا انصدمت؟ تفاجأت ولا انصدمت؟ ايه يعني تفاجأت والله اجمل. لا انصدمت، اعوذ بالله. لا 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 لا، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا الله يسلمك. زين قول لي عن الانتقالات اللي تطور فيها الراديو الى وصل الان الى بودكاست. شوف، ندخل في الموضوع ان البودكاست هو عباره عن استرجاع حقيقي لمفهوم الاي ام القديم، الموجه الطويله. والموجه الطويله مع منظورها الحقيقي اللي هو المعتمد هي عباره عن لقاءات مطوله. حلو. بدون فواصل. الاف ام هو عباره عن موجه قصيره، فالمذيع هو الفاصل ما بين الاغاني. حلو، تعرف ان هذه المعلومه اول مره اعرفها، ان الاي ام والاف ام في فرق بينهم؟ في فرق كبير. هذه اول مره اعرفها. فرق شاسع ما بين الاي ام والاف ام. فرواد البودكاست اخذوا نظام الاي ام ولكن اضافوا عليه لمسه الصوره، حيث ان يضيفون عليه نوع من انواع الجذب الاكبر، يعني يجذبون الناس. واستخدام البودكاست يختلف تماما عن استخدام الراديو. الراديو هو عباره عن قواعد ولوائح مهمه جدا، انت قاعد تواجه جمهور، الجمهور هذا لازم توجه له معلومه صحيحه، معلومه دقيقه، عندك خطوط حمراء ما تتجاوزها نهائيا. البودكاست هو عباره عن مجال مفتوح، ممكن حتى انهم هم يعتمدون في نظام اثاره الجدل، بحيث ان تريندينج والامور في كسبلور طبعا اكيد موجوده هالامور هذه. يعني انزين حمود، الحين قبل ما نبدا وتعلمني كيف اكون مذيع في الراديو، ابغى اعرف منك كيف علاقتك ويا الميكروفون. الميكروفون صديقي العزيز، هذا اقرب صديق ممكن اتكلم عنه. يعني اقول شعر، اقول يقولون ليلى في العراق مريضة فيا ليتني كنت الطبيبة المداوية، إذا غبت أنا تمر الليالي والشهور ولا أرى غرامي لها يزداد إلا تماديا. صح لسانك، صح لسانك يا حمود. إنزين أعطني الخطوات اللي خلني أبدأ فيها أكون وياك مذيع اليوم. جميل. وبس أبا بدون مجاملة تقول لي إذا أوكي ولا لا. ممتاز، نبدأ أكيد. مستمعينا متابعينا، أكيد اليوم معكم أديب الصيرفي، رافقني في برنامج بيت العائلة. حياك الله. يا مرحبا بكم مشاهدينا، طبعا مثل ما تعرفون اليوم مستمعينا وليس مشاهدينا. نعيد مره ثانيه. هذا شو اسمه في الاذاعه بنقول كات على طول. متعود. يلا يا مرحبا بكم مستمعينا، طبعا مثل ما تعرفون اطلع عليكم انا وحمود محمد زميلي في الاستديو كالعاده كل ثلاثاء وجمعه الساعه 10 بتوقيت الامارات. جميل، اكيد متابعينا اليوم عندنا موضوع بنناقشه، وموضوعنا اليوم هو عن الستايلات. خلينا نكون متفقين حمود ان الراديو هو الاساس، وكانت تجربه وايد جميله استمتعت فيها جدا. احنا اكثر. واذا في يوم من الايام قررت اكون مذيع راديو لازم اتواصل وياك. اكيد. شكرا لك. حياك الله. شكرا لك حبيبي. اقدم الفقره؟ تفضل. يعطيك العافيه. حبيت التجربه قوي،
قول لي يا أديب، ولو سألتك سؤال سريع كده، لو أنت عندك برنامج إذاعي هيكون اسمه إيه وهيكون عن إيه؟ بيكون اسمه في الجول برنامج رياضي. ده أنت مخطط بقى. بس ما شوف، أنا من النوع اللي أحب التخطيط، أحب الأمور اللي يكون فيها تخطيط. أنا ما الحين اشتغلت مذيع أنا مخطط قبل، لما اشتغلت ممثل أنا مخطط قبل، فأحب التخطيط. بعكس ضيفتي اليوم اللي هي مزدعاء، طبعا هي دخلت مجال السوشيال ميديا من باب الصدفة البحتة. أنا مع التخطيط يا أديب، بس أحيانا بحس إن الصدف والحظ بينقلونا نقلة نوعية في حياتنا. صح. المهم إن إحنا نستفيد منها صح، وده اللي عملته ميز دعاء. على العموم أنا هسيبك مع ضيفتك وهرجع لك تاني. إنزين يا بسمة، قبل ما تسيبيني يا ضيفتي خلينا نشوف الفيديو هذا مع بعض، وبعدها المشاهدين يشوفوني أنا ومزدعاء. معاي اليوم نجمة التيك توك اللي صارت حديث السوشيال ميديا، تاخذنا في عوالم من الضحك والإبداع. متابعينها وصلوا ل 12 مليون متابع. اليوم بنسمع قصتها ونشوف كيف قدرت تدخل قلوب الملايين بخفة دمها. مس دعاء، مرحبا بك في اكسبلور. اهلا وسهلا. مس دعاء، وشي بعرف منك، ليش مس دعاء؟ شو سبب المس؟ لاني كنت من مشاركين ملكة جمال المغرب مس موروكو. مس موروكو في 2015. فعشان شيء سوى الاسم مس دعاء. ايوه سويت مس دعاء، مش اسمي. هو دعاء مش اسمي. نعرف ان بنية حق اسمك، احنا بنعرف ولا شيء هني. ايوه. انزين، اي مرتبه وصلتي في المشاركه؟ ثانيه. شو السبب اللي خلاك توصلي الثانيه مش الاولى؟ يعني لاني شاركت لاني كنت طفشانه، مش عشان شيء. اوكي، انت شاركتي بس ان طفشانه. أيوة. يلا بروح اشارك في مس موروكو. نعتبر هذا شوي يعني شوفت نفس ولا لا؟ هو فعلا والله كنت طفشانه عشان ما يخليني وقتها بابا اسافر، فكان عندي حجه. حجه. انزين مس دعاء، احنا عارف ان الاسم الحقيقي غير مس دعاء، ليش طالع في السوشيال ميديا باسم مس دعاء؟ السبب بسيط، انه ما انكتب معايا هدى، في احد دخل قبلي بهدى وما انكتب، صرت اسوي اسامي عشوائيه وضبط الدعاء. سبحان الله، ومشى وياك. خاص دعاء هو اسمي اللي في السوشيال ميديا. قصه قصيره. قصه قصيره جميله. انزين مس دعاء، بعرف منك انت الحين تسوين ليبسينج على تيك توك. ايوه. شو اكثر اغنيه تحبينها او اكثر اغنيه تحبين تصورين عليها ليبسينج؟ لا هو ما تقدر تقول احسن، كل مره بيطلع شيء حلو، فانا لاني بحب اغني دائما بتطلع اغنيه بحبها، مو يعني اطفش اذا بغني كل مره نفس الشيء. انزين شو المحتوى اللي انت تحبين تقدمينه في السوشيال ميديا اصلا؟ والله انا حاليا بقدم كل المحتويات، يعني لايف ستايل. عندي موهبه اني يعني بغني، كمان بسوي ليبسينج، وطلعت معايا كوميديا بالغلط صراحه ما خططت لها. اذا انت تغنين غير الليبسينج، تغنين اغاني انت؟ لا اغني، يعني ما عندي اغاني بس اغني. يعني صوتك جميل. السوشيال ميديا ايوه، بخلي المغني هو يبدع ويطلع الاغنيه وانا اشجعه. اذا مس دعاء، ما فكرتي يوم من الايام ان تسوين لك البوم اغاني؟ ان شاء الله. مش البوم بس، يعني ما عندي هذا الصبر، بس ممكن اسوي اغنيه عشان ارضي صوتي يعني موهبتي. انزين ليش الى الان مس دعاء ما سوت هالشيء؟ والله متكسله فقط. انزين لو طلبنا منك تغني لنا شيء جميل الحين تغني لنا؟ هلا؟ مش مجهزه بس ما بعرف. اعطينا شيء بسيط. قالت حبيبي، قلتها يا نور عيناي، قالت فقدتك وهجرك قد عبت فيني، الوصل لي حق أريد الحق ده لحينا، ما عاد بصبر وبعدك بيجنني، مين لدعي إلهي بيني وبينك. والله العظيم تستاهلين التحية، لأن صراحة صوتك جميل، وأنا بحمسك بعد أن تسوين أغنية، لازم تسوين إن شاء الله. تستاهلين تستاهلين. إذن مس دعاء، أنت الحين دخلتي عالم السوشيال ميديا، أبا أعرف مس دعاء قبل السوشيال ميديا شو كنتي؟ أنا كنت تقنية أشعة في مستشفى. حلو، وشو اللي حول مس دعاء من المستشفى للسوشيال ميديا؟ الكورونا. الكورونا هي اللي سوت أنت تتحول هذه في مس دعاء؟ أيوة هي اللي ورطتني. أنا كنت بدي سافرت، يعني عادي كل عطلة تبعي بسافر، فسافرت تركيا بدي أروح لجزيرة الأميرات. حلو. أشوفها، وجهزت شنطتي والطوق الورد وكل شيء. المهم لما رحت سافرت أسبوع لسه ما خلصت يومين قفلوا في كورونا، اجلسوا، فتقفلوا الطيارات المطارات كل شيء،
فلقيت نفسي في البلد أنا ما بعرف لهجتها، ما بعرف أي شيء. قلت يمكن بس شهر وبعدين يفتحوا، ضل شهر شهرين، بعدين اضطريت أني أجر هناك وأطلع من الفندق، بعدين جلست في بيت وطفشت لأني كان عندي تلفزيون بس ما بعرف أستخدمه لأنه كان تركي. فكان عندي تسلية الوحيدة اللي عندي، كانوا عندي اثنين، أني أتكلم مع أهلي كاميرا وأجلس كده معهم أو تيك توك. أنت كنت لحالك؟ لحالي. وبدا المحتوى مال مزدعاء من تركيا. من تركيا. زين انت قبل شوي قلتي ان تورطت. اي تورطت. انت السوشيال ميديا ورطت؟ يعني شوف انا شخصيتي اللي قبل مش كذا. يعني انا شخصيتي اللي قبل كنت كذا يعني شغاله في المستشفى وكامل قواي العقليه. كنت اثبت من كذا. بس ما بعرف يمكن الطفش كذا. صرت اكتشفت اني انا انسانه يعني. انزين التغير عندي مواهب. جميل، لان الواحد اصلا مزدعر لما يكون الحالة ف صح بيطلعوا معاه مواهب. تطلع مواهب يا اما مصايب يا اما مواهب. الحمد ممكن لله. ممكن احد كان وياك هذاك الوقت يمكن ما تطلع مزدعر اللي طلعت لنا اليوم. اوكي. ممكن نشوف انه خلاص انت بتتحفظين انك تطلعون مع بعض تروحون تستانسون، بس ما عندك الجرأة انك تاخذين التليفون وتصورين وتطلعين. لا شوف انا كل تصويري فكل الفترات لحد الآن يمكن كله بالبيت على فكرة. فبحب أصور، كنت بصور بس ليبسينج، الناس ما بتعرف، كان محتوايا كده قرينات وعدسات وأزيمة، وكنت أسوي ليبسينج، تطلع أغنية جديدة ترند بصور عليها، فالناس ما بتعرف أنا صغيرة ولا طويلة قصيرة. ما بيعرفوا عني، حتى لهجتي ما كانت تبين. إنزين أنت الحين لما سويت المحتوى هذا أنت ليش اخترتي هالمحتوى؟ من اللي اقترح عليك قالت مزاع سويتي؟ والله شوف انا اول ما دخلت التيك توك دخلت يمكن شفت فيديو لاجنبيه وحده كذا نفس ستايل اللي انا دخلت به، فكان يعجبني، فانا ما كنت اتوقع انه راح ينتشروا المقاطع والناس يعني يعجبهم هذه الاشياء. المهم فانا لما صورتها وكذا خلاص صاروا الناس يحبوا الكاركتر اللي انا طلعت فيه. فاستمريت عليه فتره لين ما يعني وقفته. انزين انت كم يعني كم سوالك حسب توصلين لحق الشيء هذا؟ يعني كم جلستي تصورين فيديوهات لين ما توصلين لعدد المشاهدين اللي عندك هذيل؟ والله كثير. انا كنت مثلا من الطفش كنت انزل يمكن 5 فيديوهات في اليوم كذا، 6 فيديوهات. كان في تفاعل من البدايه؟ لا والله كان في الاول، في اول فيديو كان عندي واحد بيسوي لايك وبيشيله لي، ما بعرف كان بيدلني. اوكي. فبيحطوا بيشيلوا بيحطوا بيشيلوا، بعدين فجأة كده صحيت لقيت الناس على فيديوهاتي كلهم فجأة طلعوا كلهم. مع انهم شو كان شعورك يوم شفتي الإقبال الكبير من الجمهور عليك؟ وقفت فيديوهات. خفتي؟ ايوه، حسيت انه لا مش كده يعني، ما كان قصدي. ايه. فبعدين شفت اشوف الكومنتات، انا من النوع المشاهير اللي مع الناس ما تسبني. صح. فكله كلام حلو. فعجبني المدح، انه كنت وقتها في الغربه فانا ما كنت اسمع كلام. هي. وما عندي اصدقاء وما عندي ناس احكي معهم، ممكن كنت اقضي يوم ما بتكلم. فكنت يعجبني انه في ناس كذا تشوفني بدون ما اطلع، بدون ما خلينا نقول عائله الكترونيه يعني. أيوة. كانت كذا عائله، وكنت مصدقه انا هذه العائله صراحه. حلو. وكنت حابتها. انزين هل هم اعطوك الثقه بنفسك، ولا انت متى اخذتي ان خلاص انا واثقه بنفسي انا بطلع بصور كل يوم وهذا هذا المحتوى مالي؟ لا هو شوف انا شخصيتي من النوع مش اللي عنده ثقه في النفس اوفر، ومش النوع اللي عنده كذا العاديه اللي انا اقدر اقول لك بالانس يعني. ايوه اني انا ممكن مثلا شكلي يعجبك ممكن ما يعجب شخص ثاني، فهمت؟ فانا ما عندي لحد الان يعني ما عندي هذا المشكل، يعني مشان هيك بطلع في كل حالاتي، ما عنديش مشكل. إذا مزدعاء لو ما جتنا كورونا وقتها هل كان ممكن نشوف مزدعاء في السوشيال ميديا؟ لا أكيد. أكيد؟ لا أكيد والله صراحة لا، لأنه ما كان في ظروف ممكن تخليني يعني أطلع للسوشيال ميديا. يعني أنا مع أهلي كنت يعني ما كان عندي أصلاً هذا الشغف. هي. إني أكون مشهورة أبداً. إنزين الحين لو خلينا نقول لو رجع الوقت في مزدعاء شوي ورا تدخلين عالم السوشيال ميديا ولا لا؟ مع الشهرة اللي حصلتيها والأضواء اللي عليك الحين مزدعاء مزدعاء، لو قلنا رجعت 2-3 سنين ورا هل مزدعاء بتدخل السوشيال ميديا ولا لا؟ لا راح. أنا شوف دائما أؤمن أني أنا مش أنا اللي بمشي حياتي، يعني أنا كل شيء أنا عمري ما خططت لحياتي في شيء،
أنا بمشي مثل ما الله خلص رايد إني أروح. يعني أنت مسير مش مخير. أيوة، فأنا مؤمنة بإني أنا أكون مسيرة، حتى لما أدعي أقول أنا ما بدي أكون، بقرر أي شيء أنا اللي الله بيشوفه فيه فيه خير ما يأذيني أمشي فيه. فأنا بالعكس يعني كذا كان هذا مش اختياراتي أبدا، كذا جات كله صدف، فأنا عجبني هيك. يوم دخلتي قلتي عجبني، يوم دخلتي السوشيال ميديا خلاص ارتحتي فيها ولا تبين ترجعين حق حياتك اللي قبل؟ لا أكيد ارتحت أحسن من قبل. أي ارتحت كثير. شوف الـ الـ الشغل في المستشفى بياخد يعني بيسرق عمرك، ما بتعرف ما بتحس فيه. ايه. يعني ما بتحس انك انت ممكن تقضي سنوات بس ما بتحس فيه. ممكن في المستشفى بعد تشوفين اشياء مثلا اصابه شيء؟ لا ما عندي مشكله في هذا، يعني بحكم انك تتعود ما بيكون عندك هذا المشكل، بس فعلا بتلاقي انه محيطك جدا ضيق وكانك ما بتقدر تطلع من هذه الدائره. انزين بتكلم شوي عن الفيديوهات اللي تسوينها انت وبيسان مع بعض. ايوه. شو سر الفيديوهات هذه؟ والله هي كم بينكم هي قوي كم فيديو ما شاء الله. ايه هي كم فيديو بس كثير، يعني احسها شخص يعني كذا نفس التايب. ايوه يعني عفوي ما بيتصنع كذا، انه بتسوي كل شيء بتحبه بدون ما تفكر. فانا بحب هالناس اللي ما انزين على طار التصنع الفيديوهات اللي تسوونها انت وبيسان مع بعض هل انتم متفقين عليها ولا تفتحون الكاميرا يلا نسوي الفيديو؟ بيكون ليبسينج. لا بيكون ليبسينج عادي، بس الاخر فيديو تبع بنحط ميك اب، لا هذا كان صراحه متضحك لانه ما ضبطت معايا ولا مره، فلا كان عفوي كثير، حتى يعني حبيت الفيديو من احسن الفيديوهات اللي يعني سويتها. حلو. على طاري الفيديوهات، في فيديو انتشرت مؤخرا اللي هو عن الاخلاق والمبادئ والاحترام. شو موضوع الاحترام والمبادئ والاخلاق هذه؟ والله هذا كان لانه شوف انه بنسوي لايف بيكون مثلا يمكن 6 ساعات بتسوي لايف. مو اي انسان يجلس في لايف 6 ساعات يعني يكون يعني مسيطر على شو بيقول وكذا. فانا دائما امزح واضحك، فبحب أخلي هذه 6 ساعات كلها ضحك، أو 4 ساعات 3 ساعات يكونوا كلها ضحك كلها مزاح وكذا، والناس عرفتني بهذا الشيء. ما أقدر مثلا أطلع وأجلس كذا أقرأ كومنت، يعني ما أقدر، فطلعت كذا عفوية. زين بس الناس يوم تدولوها قالوا إن هذا تفكير مزدحم في الزوج المستقبلي، هل الكلام صحيح؟ لا هم اللي يعرفوني بيعرفوا إني أنا مش تفكيري كذا، يعني بالعكس لو أنا تفكيري كذا مفروض اللي 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 نفسي، يعني أنا الحمد لله بشوف إني أنا الحمد لله ربي عطاني، يعني الحمد لله كل شيء أقدر أمشي به يعني لأي مكان ولأي طريق، صح؟ يعني صح. الله عطاني خلق حلو، عطاني شهرة، عطاني كل شيء، بس بالعكس مثلا أنا عطاني صوت، ما سوي ممكن أسوي فيديو كليبات كل شهر، أسوي فيديو كليب وأربح وكذا، بس لا أنا إنسانة يعني كذا أحس إنه راضية بالأشياء اللي عندي وأملكها. يعني الكلام اللي شفناه في السوشيال ميديا هذا ما ينطبق على زوج مزدعاء المستقبلي؟ لا لا أكيد. يعني شو مواصفاته تبين؟ يعني هل تبين يكون عنده مبادئ وأخلاق وهالسوالف؟ لا ما يكون عنده مبادئ وأخلاق، لازم يكون عنده فلوس. يعني هون ما في مزح. احنا كنا نمزح هناك. ما في مزح هناك، كنا نمزح على صدقون الحين صدق. لازم يكون عنده فلوس. ايوه بالمباشر. لا لا شوف اي بنت لازم خصوصا حاليا اما انت تكون عندك حياه ماديه حلوه، لازم يكون الشخص اللي معك كمان عنده حياه ماديه حلوه. بس يعني هذا هو يعني انت مثلا اختك او احد من مثلا من العائله تيجي تقدم لك، هل راح تسال؟ ما راح تسال على شو وين راح تسكنها، كيف راح تعيشها. بس تقدرين انت وياه تكونون علاقتكم او تكونون حياتكم مع بعض، فمش لازم يكون عنده كل شيء. يعني كيف ممكن انت وياه تكونون بعض؟ لا انا بحب يكون الشخص اللي معايا يكون عنده حياه. هي. عشان انا في السوشيال ميديا ما يعتمد على الحياه تبعي، فلازم هو يعتمد على نفسه عشان ايوه عشان شو ما اكون وسيله، فهمت؟ لانك انت كوحده في السوشيال ميديا ارتبط بشخص مثلا مش قادر راح يستخدمني، صح؟ فبالعقل لا
مش صحي لي ولا يعني العقلي. صح. ما أقدر أتقبل. زين خلينا نرجع للعائلة شوي. العائلة كيف كان تفاعلهم وياك يوم دخلتي عالم السوشيال ميديا؟ كلمينا عنهم، خلينا نتعرف عليهم أكثر. شوف، بحكم أني أنا كتير كنت أبكي وقتها في تركيا، أتصل عليهم أصير أبكي. كنت بتطفشهم كل يوم أبكي وأنا خلاص ضحت، سكروا علي وأنا بدي أرجع. يعني أنا كتير بحب البيت وبحب يعني أجلس في بيتنا كتير، يعني أنا أكثر وحدة في أخواني وخواتي أحب أكون مع أهلي. هي. لأني أنا ما يعتمد علي، يعني أهلي بيسووا لي كل شيء، فكنت أبكي كتير وكذا. فلما صرت أسوي فيديوهات حسوا أنه خفف هذا الشيء، هذا الستريس اللي كنت فيه، الاكتئاب اللي كنت فيه. هي. فبالعكس كانت ماما تصير تقول لي طيب، يعني يجيني كذا ديبريسيون تقول لي طيب افتحي لايف احكي مع الناس. فبالعكس لأنه يعني أهلي بيعرفوا أنا كيف، يعني بيعرفوا شخصيتي خوافة. انزين، بعد ما دخلتي عالم السوشيال ميديا وشافوك إنه ما شاء الله من نجاح لنجاح، هل أيدوا الفكرة إن خلت تكملي على أنت اللي ماشي عليه ولا أرجع للمستشفى؟ كتير ما، لأني الحمد لله ما أنا في السوشيال ميديا ما بسوي أشياء غلط، يعني بضحك بمزح. أغلب اللي بيتابعوني بنات، يعني أنا يمكن حتى في السناب شات عندي 10% شباب، يعني محتواي لا يصلح للشباب أبدا. فبالعكس بحب يعني أحس كأني معايا صديقات بدون مش مع يعني بدون ما أشوفهم، أحس حلو. إني أنا معايا ناس. إذا خلينا نقول الفيديوهات اللي أنت تسوينها الحين مزدعاء في التيك توك اللي هي الليبسينج، خلينا نقول هي براكتس لعمل جديد في الدراما مثلا ممكن نشوفك فيه؟ إيه إن شاء الله، يعني ليش لا، بدي أمثل في السينما المصرية. السينما المصرية؟ أيوة، لأنها هي أقوى السينما، كمان المغربية. أوكي. أيوة، فعشان أكون قدمت شيء في بلدي. في خطة عندك لهالشيء ولا بس إنه خاطرك؟ لا خاطري، لأنه هذه الأشياء بتجيك من مخرجين وكذا. بس أنت سعيتي للشيء هذا؟ لا ما أسعى أنا الحمد لله. أنت قلت أنت مسيرة، شيء على طريقك تستخدمينه وتمشين. أنا ما أسعى، يجي الشيء يجي، ما يجي عنه ما أجى. إنزين، شو طموحات مزدعاء 2024 أو خلينا نقول 2025؟ إني أسوي لاينات براندات تبعي وبزنس تبعي، وكمان يكون عندي كم أغنية تبعي. كم أغنية؟ عشان استخدم موهبتي أرضيها. حلو، إنزين متى بنشوف البراندات هذه إن شاء الله تنزل للساحة؟ هلا عندي أنا هذا الميك أب تبعي مس دعاء كوليكشن بولفر، وإن شاء الله بصير أسوي أشياء تانية. إنزين حلو، منو أهم تيك توكر ودك إن أنت تسوين معاه فيديو ليبسينج؟ أنت ما تعرفينه ولا يعرفك، بس أنت تشوفين إنه هو ناجح وأنت ناجحة، فلو سويته مع بعض بيضرب شيء ترند. لا أنا ما أعرف أسوي مع أحد، ما أعرف يعني حتى أنا بالشارع ما أعرف أصور بالشارع، فما أكون براحتي إنه أكون مع أحد أسوي مع ترند. إنزين، منو التيك توكر الأهم في الوطن العربي غير مزدعاء؟ الأهم كيف؟ اللي أنت يعني تشوفين إنها مهمة، عندها انتشار كبير، عندها شعبية كبيرة، أنت مرات تتابعينها أو تتابعينها تشوفين محتواها. بس مختلفين، كل واحد مهم في المحتوى اللي هو بس بيسويه. بس مين تشوفين انه نجم في التيك توك؟ نجم كيف؟ مغني مغنية؟ لا يعني هو قوي في التيك توك. لا النجم قوي. النجم بيقولوا لشخص عنده موهبة. صحيح، بس انتوا الحين في التيك توك يعني مزدعاء نجمة من نجوم التيك توك، فأنا وديت أعرف عليها. لا أنا مش من نجمة. أنت مش نجمة. أنا لما أستخدم موهبتي، ايوه لما استخدم موهبتي اصير نجمه، لما اصير يا مغنيه يا ممثله. بس اني نجمه، بتعرف شو يعني نجمه؟ نجمه نجم انك تقطع تيكت وتروح تحضر هذا النجم. بس انا اختلف وياك في الراي، لان التيك توك فيه نجوم، في ناس دخلوا التيك توك اوكي وبرزت نفس ما قلتي، برز الشيء اللي عنده في التيك توك، المحتوى اللي هو يقدمه، فتميز عن غيره وطلع من تيك توك الى الدراما الى الغناء الى اي شيء ثاني، فهذا يعتبر ندم انه هو تعب على نفسه. كيف؟ اعطيني اسامي لاني ما اعطيك اسامي ناس يعني سووا هالشيء. انزين، عندك بيسان اسماعيل، عندك بيسان اسماعيل عنده موهبه. ايه ترى اقول لك، هو اكتشف موهبته بنفسه في التيك توك، فبرز في التيك توك صار نجم، وصل للنجوميه. بيسو عندها اغاني سوتها، عندها فيديو كليبات سوتها. بعطيك اسم ثاني، هاستور. ممثل صار بشوفه في صار. ايه من وين طلع هالسور؟ طلع من تيك توك،
اشتغل على نفسه، عنده موهبه، بنى الموهبه هذه في التيك توك، صار نجم من نجوم التيك توك، الحين صار نجم. طيب ليش ما قلت لك انا مش نجمه؟ لاني انا لما مثلت ولا سويت اغنيه. بس انت عندك موهبه الغناء فانت نجمه. عندي موهبه هي. بس ما وظفتها، لما اوظفها راح ينقص هي. طموحي في التيك توك اكيد، لانه خلاص بصير اهتمامك برا التيك توك. لانه التيك توك منصه بتطلع عشان تبين المواهب اللي عندك. حلو. المغنيين والممثلين هذول كده، ما كانت هذه المنصات وقتها، ما كانت تعطي الفرص. صحيح. بس انت الحين لفتيني عن السؤال ورحتي على الجواب اللي انت تبينه. الحين ارد حق السؤال حقي، من التيك توكر اللي تشوفينه مشهور قوي في السوشيال ميديا، ما راح نقول نجم، مشهور مش قوي في كثير أو نجمة. والله يعني نجمة، انت تحبين تتابعينهم تشوفينهم نجم او نجمة او مشهور او مشهورة؟ شوف انا عندي اصدقائي كثير، تمام، بس مو كثير، انا ما اتابع للامان. هي. يعني انا الشيء اللي بتابعه فعليا شاهد مسلسلات وافلام، فعلا الفانز اللي بيعرفني هذه الاشياء اللي بتابع، بس اني اجلس مثلا في لايف احد لا، مش كثير يعني. او لا ابدا ما بجلس انا في التيك توك، بنزل احط فيديو تبعي واطلع، فما يعني ما اقدر اعطيك مثلا شيء اظلم اشخاص يمكن هم بيقدموا اشياء حلوه، فهمت كيف؟ فراح يكون شهادتي او ذكري الاشخاص ظالم للناس. صح. فعليا بتقدم اشياء حلوه. طيب اخر سؤال بعرفه منك، كيف تتقبلين الكلام الايجابي اللي يوصل لك والسلبي اللي يوصل لك؟ والله على حسب. على حسب شو بالضبط؟ على حسب، انا انسانه مش كثير بياذيني الكومنت، يعني مش ما عندي هذه الحساسيه، لكن زمان صراحة كنت أرد على الكومنتات الإيجابية والسلبية. لا الإيجابية كتير عندي، هي. كتير يعني موجودة وبعرفهم، حتى صرت أعرف كتر ما أشوف فانزات. إيه بعرفهم، فهذو صديقات يعني، ما أحسهم، ما أقول متابعاتي. إيه. وبعد كنت أبغى أعرف منك إن هل الكلام هذا يأثر عليك يعني على حياتك لما تشوفين كلام سلبي؟ ما يأثر نهائياً. لا أبداً، لأن حياتي بعيدة جدا على السوشيال ميديا، يعني أنا مش من الناس اللي عندهم خصوصيات في السوشيال ميديا أو حاطين خصوصياتهم في السوشيال ميديا، يعني بس الحياة تبع الضحك والمزح بس اللي عندي. شكرا لك مصدعاء على تواجدك ويانا، ونتمنى لك التوفيق والنجاح، وإن شاء الله نشوفك في السينما المصرية والمغربية. والله شكر لكم لبرنامج إكسبلور وللقناة الفجيرة، كتير تشرفت بحضوري معاكم، وشكرا. شرف لنا وشكرا لك. اذا مشاهدينا اكسبلور بعدها نكمل وياكم، فاصل سريع وردين، خلكم ويانا. ويا مرحبا بكم من جديد، وحين وصلنا وياكم لاخر فقراتنا لليوم، واللي بنخبركم فيها عن قائمه لاكبر الغابات في العالم، والبدايه مع غابات فالديفيان المطيره اللي يبلغ حجمها 250 الف كيلومتر مربع، وتقع في الجزء الجنوبي الغربي من امريكا الجنوبيه، وتشمل منطقه جبال الانديز وهي واحده من اعلى سلاسل الجبال في العالم. ونروح لغابه الابلاش الممطره اللي بتحتل المرتبه الرابعه في قائمه اكبر الغابات في العالم، وهي اكبر غابه غير استوائيه على الارض، ويبلغ حجمها 350 الف كيلومتر مربع، وتعتبر موطن لكثير من الانواع المختلفه من النباتات والحيوانات زي الدب الاسود الامريكي. والمركز الثالث اللي تحتله غابات غينيا المطيره، ويبلغ حجمها 780 الف كيلومتر مربع، وتقع في جزيره غينيا الجديده، الغابه مشتركه بين اندونيسيا في الغرب وباباو في غينيا الجديده في الجزء الشرقي من الجزيره. والمرتبه الثانيه تحتلها غابات الكونغو الممطره، واللي تقع في وسط افريقيا، وتبلغ مساحتها حوالي 3.7 مليون كيلومتر مربع، وهي موطن لأكثر من 10,000 نوع من النباتات والحيوانات، وتشتهر بكثافة أشجارها العالية. وتتصدر غابات الأمازون المطيرة قائمة أكبر الغابات في العالم، حيث تغطي مساحة 5.5 مليون كيلومتر مربع، وهو ما يمثل حوالي 40% من إجمالي مساحة اليابسة في أمريكا الجنوبية، وتعتبر موطن لأكثر من 3 مليون نوع من النباتات والحيوانات. وهنا مشاهدينا بكون خلصت حلقتنا النهاردة، انتظرونا الحلقة الجاية لأن أكيد هيكون معنا أخبار وترندات كتيرة. وكالعادة أحب أقول لك، إذا كنت مهتم تعرف كل الترندات الجديدة فلا تلف ولا تدور، خليك مع إكسبلور.